الحلقة دي 18 وفوق، فلو انت او انتي وراور فيلا حبيبي من هنا. يلا بابا يا ابني بقول لك امشي من هنا بقى. العادة السرية بتبدأ من الطفولة. نعم يا اخويا. اهدى اهدى شوية، انا عارف يعني ده مش كلامي، ده كلام اكاديمية طب الاطفال الامريكية. في تقرير نشرته الاكاديمية ان 94% من الذكور و 60% من الاناث مروا بهذه التجربة، تجربة العادة السرية، على الاقل مرة خلال طفولتهم. ما يمكن يعني قصدهم تحسس الاماكن الحساسة كفضول بس واستكشاف يعني؟ لا لا. دكتور بارتون شميت زميل اكاديمية الطب الامريكية بيعرف العادة السرية عند الاطفال اللي هم ما قبل سن المدرسة، يعني من 3-5 سنين كده، ان هو استثارة ذاتية عن طريق لمس الاعضاء التناسلية بغرض المتعة والراحة. نظرا بقى لانتشار هذه الظاهرة، ظاهرة العادة السرية، عند الاطفال ما قبل سن المدارس، لازم الاباء والامهات يعرفوا الفرق ما بين التصرف الطبيعي والسلوك المرضي. يعني طبيعي جدا طفل عنده سنتين فما فوق يعملها عرضا كده اثناء الاستحمام او في فترة النوم سواء بالليل او الظهر، قيلولة يعني. لكن اللي مش طبيعي ان هو يعملها بره الاوقات دي وبره الاماكن دي. طيب لو حصل نعمل ايه؟ نحاول نشغله بلعبه الاول. طيب ما ينفعش، نكلمه، نكلم الولد نقول له ما ينفعش تعمل الحاجات دي بره اوضتك او حمامك او لو في ناس حواليك. طيب تنح برضه مصر يعملها في البلكونه، شيله بقى، شيله بقى وحطه في اي دره، رجعه اوضته واستناه لحد ما يزهق. طيب لما الطفل يعملها ان برايفت مع نفسه يعني وفي الاماكن والاوقات اللي قلنا عليها، لازم نتجاهله ونسيبه لوحده، ما نقعدش بقى كل شويه نشيك عليه. ها خلصت يا ولد انجز. وما ينفعش برضه نمنعهم من النوم على بطنهم زي ما هو منتشر، ولا نقعد نخوفهم برضه ونقول لهم كل شويه ما تحطوش ايديكم ما بين رجليكم. لكن لو عملها قاصد علنا قدام الناس او بره البيت، يبقى لازم هنا نروح لدكتور الاطفال، خصوصا لو هو معدي 5 أو 6 سنين. الافوره بقى اللي بتحصل من الاهل في تصوير العاده السريه للطفل على انها حاجه يعني قذره وقبيحه وضاره بالصحه، هو ده بقى اللي بيسبب مشاكل نفسيه ويخليه يحس بالعار والذنب وياثر على حياته الزوجيه مستقبليا، هيسبب له عقد يعني هيقفله من الموضوع كله من اساسه. الطفل برده ملوش ذنب، هي حاجه طبيعيه هو بيعملها بلا تحكم. فلما يلاقي بقى رد فعل عنيف من الاهل، يعني في ناس بيكتفوا اولادهم عشان يمنعوهم من الموضوع ده، العيل مخه يهنج بقى ويقول الناس دي بتعاملني كده ليه، في ايه. على الجانب الاخر السلبيه التامه برضو غلط، ما ينفعش الاهل يطنشوا الموضوع بالكليه، لازم يكلموا الطفل ويقولوا له يعني ان موضوع العاده السريه ده في البيت في اوضتك في مواعيده اوكي، لكن بره البيت وقدام الناس لا، لان لو سابوه هيعملها بره وجوه. الاحضان والطبطبه مهمه جدا جدا، بتساعد على تقليل العاده دي لو خرجت عن الطبيعي، على الاقل ساعه يوميا لعب وهشتكى. ده بالعكس ممكن يكون الطفل بيلجأ للعاده دي كرد فعل ليه عنف او ستريس هو محطوط فيه، خناقات بقى وزعيق في البيت ومشاكل. في مرحلة البلوغ بقى موضوع العادة السرية ده بيقلب يونيفرسال، مش السخان يعني، لا ده هي بتبقى منتشرة ما بين تقريبا معظم الشباب، ولاد وبنات. ما اصل دي ماسورة هرمونات وضربت، يعني هنروح منها فين؟ بل بالعكس، في ابحاث بتقول ان العادة السرية دي جزء مكمل لمرحلة البلوغ، وغيابها ممكن يكون مؤشر على خلل هرموني. المرحلة دي بقى من اكتر المراحل اللي فيها خرافات وهبد عقد اجيال كاملة، وتسبب في تعاسة يعني العديد من الشباب اللي هم متجوزين دلوقتي. العادة السرية بتضعف الركب، لا. طب بتضعف النظر، لا. بتسبب فقدان في التركيز، لا. بتوقع الشعر وتطلع شيب وشعر ابيض، لا. طب بتعمل حب شباب، اظن دي بقى ما فيهاش بقى برضه، لا. هل العاده السريه بقى كبيره من الكبائر وحديث الناكح يده، واللي بالمناسبه طلع يعني حديث ضعيف؟ بص انا مش هخوض معاك في الموضوع ده كتير، ولكن هنقل لك بس قول الامام ابن القيم في بدائع الفوائد عن العاده السريه: وان كان مغلوبا على شهوته يخاف العنة كالاسير والمسافر والفقير جاز له ذلك، نص عليه احمد رضي الله عنه اللي هو احمد بن حنبل يعني، وروي ان الصحابه كانوا يفعلونه في غزواتهم واسفارهم. ابن القيم ذكر في نفس الكتاب ان الامام احمد اباح الفطر، انت متخيل اباح الفطر للشاب اللي مش قادر على شهوته؟ ما هو ده حال الشباب النهارده، شوف انت صعوبه الجواز بل واستحال، شوف النيش داخل على كام دلوقتي. انا مش عايز اقول لك ان ابن القيم عليه رحمه الله فصل اصلا في كيفيه عمل العاده السريه طبعا للمضطر، يتخيل مين ويستخدم ايه، يعني تم ذكر البطيخ والعجينه والجلود للسيدات والاصنام. الفتاوى دي كلها زمان ايام ما كان بقى الجواز مفيش اسهل منه والدنيا بسيط. فنخف على الجماعه شويه بالله عليكم، يعني الشباب مش ناقصين احساس بالذنب. طيب هل العاده السريه هتاثر على حياتك الزوجيه لما تكبر؟ يعني لو زادت عن حدها مع ارتباطها بالشعور بالعار والاحساس بالذنب، ايوه ممكن. او لو زادت عن حدها مع ارتباطها بمثيرات خارجيه زي المواد الاباحيه او التجسس على حد اثناء عمل العاده اللي هي الفايروزم او التحرش، هنا ايوه اكيد هتاثر عليك بالسلب. طب طيب زادت عن حدها دي يعني نحسبها ازاي؟ مفيش رقم معين
كان مجمع عليه، يعني في مراجع بتقول مش اكتر من مره في اليوم، في ناس ثانيه قالت مش اكتر من 3 مرات في الاسبوع، وفي مراجع قالت ان الارقام دي حاجه خزعبليه مفيش اصلا رقم. فكك من كل ده، تقلق بس لو انت لقيت نفسك مش عايز تخرج مثلا مع اهلك عشان تقعد في البيت وتعمل الموضوع ده، ما بتشوفش اصحابك، مش عايز تخرج من اوضتك، مش عايز تعمل اي نشاطات او رياضه، وبتكرر العاده السريه رغم انها بتنكد عليك وبتصيبك بنوع من انواع الاشمئزاز واحتقار الذات والقرف. هنا بقى لازم انت واهلك تطلبوا مساعده نفسيه. الحل بقى مش ان انت لازم تشغل نفسك بحاجه او مشروع، انزل يا جدع اعمل رياضه فيه، دي هبده منتشره. الكلام ده ممكن ينفع قدام شويه، ده انا بشوف فيديوهات يا جدع، ده انت تدمن العاده السريه بعد هذا الفيديو، مفيش الكلام ده. الخطوه الاولى دعم نفسي من الاهل اولا، ثم من طبيب نفسي متخصص في السكشوال ادكشن او الادمان الجنسي، لان العاده السريه دي ممكن تبقى عرض اصلا لمشكله اكبر من كده، زي التنمر مثلا في المدرسه او الجامعه، او رفض من الاهل نفسهم وزعيق بقى وخناقات طول اليوم في البيت، او احساس قديم متأصل جواك باحتقار الذات وان انت مش كفايه للي حواليك. مرحله بقى ما بعد الزواج ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني لو انتوا حابين. يعني في النهايه يا ريس، الهدف من الحلقه دي مش ان احنا نفتح الباب على الغارب، ولا ان احنا برضو نقفلها ضبه ومفتاح. موضوع العاده السريه دي فيه مساحات كتير للكلام طبيا ودينيا، والخرافات والعادات السيئه في التعامل مع موضوع العاده السريه ده هو اللي ليه اثار نفسيه وجنسيه مدمره اكتر من العاده السريه نفسها. نرجو ان هذه الحلقه تكون يعني بدايه لاصلاح هذه العادات والخرافات. ولا الواد اللي فتح الموقع الازرق ورا ده، انا ما قلتش كده. بالهارد الواحد تيرا ده تروح توري الحلقه لابوك وتقول له قط بقى لي انا عارف هنتشتم.